أخبار اليوم. إبراهيم نور الدين وهدف أول لنادي الزمالك في الدقيقة 28 لعمر جابر في الدقيقة 28 هدف من ضربة جزاء واحد الزمالك لشير المقصة والهدف جه على عكس سير المباراة إنما هي كرة جوان على رأي الكابتن لطيف امسك كرة زي ما أنت عاوز ضيع كرة زي ما أنت عاوز إنما